يا شباب، رح أحكي معكم بصراحة. أنا وإنتم نعرف إنكم كلاب لمعلم فكرة الأوفياء اللي ما بيغدروا فيه، اللي بيستنوا صاحبهم ليزتلن شقفة لحمة وبيضلوا عطول أوفياء. بس إذا كنتوا شوي أذكياء وبتعرفوا مصلحتكم وبتفكروا لولا مرة واحدة، رح تهتموا بالعرض تبعي. وعرضي إلكن اللي رح يقدر يجيب لي هذا طاهر لعندي إله 500,000، واللي رح يقدر يجيب لي نفس إله 500,000 كمان. بس سعيد الحظ اللي رح يقدر يجيب لي الاثنين لعندي، هاد بقى رح ياخد 1,000,000 ليرة. إيه؟ عن جد؟ وهلأ اللي حابب يغنى ويكون هو الكسبان يقرب لعندي خطوة واحدة. حلو كتير هالقرار. شايفين هالخطوة هي؟ هي اللي رح تأمن لكم مستقبل أفضل. وبالمناسبة العرض اللي قدمت لكم يا هلأ، إذا المعلم فكرة بيوصلوا عنه شي، أنا ما رح أستنى لأعرف مين منكم اللي خبره. تلاتتكن رح أوصكن مع بعضكن، فهمانين؟ ما ممتاز. ليكو يا شباب، هلأ نحنا خطينا خطوة كتير حلوة باتجاه المستقبل، بس لازم تركضوا دغري. يلا يا شباب، بدي نفسه طاهر عند رجلي. يلا يا الله، قديش في ناس أغبياء بهالعالم هاد. بس أنا ماني زعلان من هالشي بنوب، لأنه هو لمصلحتي. بشكرك على وجودهم. أي عن جد فوائدهم كتير. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.